وسهلا مرحبا بك. شلون حالك؟ لاباس عليك؟ صح لاباس، عايشك الحمد لله، عايشك مرحبا، عايشك تفضل. موعد تعرفون هو يوم 25 من جويلية، ولا بد من توفير كل عناصر النجاح لهذا الموعد حتى يخرج صوت الشعب مزلزلا إن شاء الله حرا من صناديق الاقتراع. ولكن تعلمون أن هناك تشويش وقع على الأقمار الاصطناعي منذ يوم 20 جويلية الحالي، وهذا ليس بالبريء، بل هو أمر تقريبا معهود، حتى وإن لم يكن في الفضاء معهود في الأرض. لم يكفهم ما يعرف بالذباب في الأرض، فراحوا يبحثونه عن الذبذبات في السماء. شوهوا وكذبوا وافتروا، فحين لم يكفهم كل ذلك تسربوا إلى الأقمار الاصطناعية، ولاحظتم هذا منذ أيام، حتى لا يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، لأنهم يهابون إرادة الشعب. عادوا إلى توزيع الأموال في الأحياء في هذه الأيام، والآن يوزعون الأموال في الخارج للتشويش على قواعد البيانات عن طريق الأقمار الاصطناعية في الفضاء، ليكونوا على علم أن الشعب التونسي على علم بما يدبرون، وأن مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من سيخل بواجبه يوم الاستفتاء وقبل يوم الاستفتاء وإثر الإعلان عن نتائج الاستفتاء. تقطعت بهم السبل في الأرض، فراحوا يائسين مفضوحين خاسئين، وستتقطع بهم أيضا السبل في الفضاء في هذه الأقمار الاصطناعية التي تم التشويش عليها، كما ورد في مكتوبكم المتعلق بالتشويش بسبب استعمال خارجي غير مرخص. لابد من إيجاد الحلول، ولابد من تحميل كل طرف ساهم في هذا التشويش المسؤولية كاملة. لماذا يخافون إرادة الشعب لو كانت لديهم مشروعية كما يدعون وكما يزعمون؟